طيب الكل سمع عن المشكلة الأمنية اللي صارت الفترة الماضية واللي سببت بتعطيل كثير من البنوك والمطارات والمصالح الحكومية والخاصة. اليوم نبغى نفهم إيش السبب وكيف الواحد ممكن يتجنب هذا الموضوع. طيب المسؤول عن هذه يعني الحادثة اللي حصلت هي شركة اسمها كراود سترايك. هذه شركة كراود سترايك هي شركة أمن سيبراني. فالخدمات اللي بتقدمها الشركة هذه هي خدمات أمنية لحماية الأنظمة والبرامج الموجودة في المنشآت، تمام. ولكن اللي حصل لم يكن هجمة سيبرانية أو اعتداء، ولكن كان خطأ من أحد الموظفين في تحديث النظام، تمام. والنظام هذا لأنه مرتبط بشكل مركزي مع كل المستفيدين، بمعنى أنه أي شخص لما يأخذ أي باقة من الباقات الموجودة، تمام، هو مرتبط بخدماتهم عبر الإنترنت، يعني ببزنس موديل اللي هو أساس، تمام. يعني الجهات اللي هي بتستخدم الخدمات حق كراود سترايك هي ما بتستخدمها بشكل مستقل، هي بتستخدمها بشكل مرتبط، بمعنى انه لو في اي مشكلة حصلت في كراود سترايك هتسمع على الجميع. وهذه ضريبة لايش؟ ضريبة لانه اي تحديث ومستجدات يتم تطويرها هيحصلوا عليها بشكل فوري، تمام. وهذه احد عيوب أنظمة الساس، أنه هي مصير العميل ومصير البزنس هو مرتبط بمدى استقرار الشركة المقدمة للخدمة، بعكس الأنظمة اللي هي تكون لا مركزية، هي بتعطيك السولوشن وبتعطيك لهذا، أنت تكون مسؤول عن تثبيتها وإدارتها بشكل منفصل تماما. ولكن الارتباط هذا يعتبر كأنه ارتباط مصيري، حيث أنه لو حصلت أي مشكلة أنت مرتبط بها، وهذه أحد أهم عيوب خدمات الساس، أنها غير مستقلة ومرتبطة، وأنت كشخص مرتبط بها، تمام، على مدى طويل، مؤثر. وشركة مايكروسوفت وإن كانت هي كانت جزء من، لأنه أنظمتها هي اللي تعطلت، ولكن هي مش من اختصاصها المجال الامني، هي شركه سوفت وير تديك برامج، تديك نظام تشغيل اوفيس والى اخره، ولكن هم كانوا مستخدمين لخدمات الشركه اللي هي كراود سترايك. هذا طبعا يؤكد نقطه مهمه في استراتيجيه اختيار المنتج وطريقه استخدامه، انه بالنسبه ساس هي موجودة أساسا كبزنس موديل للشركات الصغيرة والشركات المتوسطة، تمام، لتخفيض تكاليف المشاريع. هذا هو الهدف بالنسبة لساس، تمام. ولكن بالنسبة للشركات الكبيرة والمطارات والبنوك، حتميا لابد ان هم يكون عندهم السولوشن الخاص بهم، او حتى اذا كانوا اخذوا سولوشن من جهه معينه، ان يكون في سيرفراتهم، في بيئتهم المنشاه، وليس في بيئات خارج نطاق او خارج سيطرتهم وخارج تحكمهم، تمام. كل ما كان المشروع كبير، كل ما كان حتمي انه الحلول والمنتجات المستخدمة تكون تحت الادارة الحاسب الالي وتحت تصرف المنشأة، بحيث انه مصيرها ما يكون مرتبط مع شركات اخرى، بحيث اذا حصل مشكلة شبيهة بالمشكلة هذه ما يكونوا متأثرين وما يكون فيه ضرر على الشركة.